ان لايقاف هذه الشكوك اللي انا بقول قد تكون مبرره في جزء منها، ولكن بالتاكيد يوجد من يغذيها، بدليل دلوقتي ان احنا بنشوف عمليات حتى اطلاق صفات على دول مش عارف نصريين ودول ايه، ومعروف من وراءهم ومن اللي بيكره النصريين عشان يحرك ده الى اخره. انا بقول الحكومه مشكوره، والكلام موجه الان للسيد المهندس شريف اسماعيل، ارجوك لكي توقف هذا القلق وهذه المخاوف وهذه الشكوك، اجعلها قضيه لها اولويه مطلقه، قانون موحد، ان يتحرك القانون الموحد ومعه مباشره قانون نقابه الاعلاميين، لان زي ما قلنا الصله عضويه بين جدا قانون نقابه الاعلاميين وبين القانون الموحد. انا رايي ان ده اللي هيغلق الابواب ويطمئن الجماعه الاعلاميه والصحفيه كلها، ويطمئن مصر ان صدور هذه القوانين هي التي سوف تعيد الى الاعلام توازنه. ليس هناك فرصه اخرى ان يستمر هذا الارتباك وهذه الاخطاء الاعلاميه اللي بلغت درجه الخطايا. وانت اشرت يا دينا الى عمليات طعن في المؤسسات وعمليات تشكيك هنا وهنا، وإفساد علاقات بيننا وبين دول، وقضايا مثل الأمن القومي يتم تناولها.